بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا بنعمة ربنا كنا ابتدينا سلسلة في كتابات الآباء الرسوليين، واحنا قلنا الآباء الرسوليين هو مصطلح يطلق على تلاميذ الرسل الاثني عشر. فزي ما قلنا المرة اللي فاتت مراجعة سريعة، بسبب ظروف سياسية ودينية كانت حصلت بعد وقت انهيار أورشليم سنة 70 ميلادية، إنه ابتدوا المجموعة دي اللي هم تلاميذ الرسل الاثني عشر ابتدوا يكتبوا يعني كتابات. فزي ما مراد جمع لنا، احنا عندنا 12 في كتاب اللي دهولنا اللي هو كتابات الآباء الرسوليين، في 12 قسم أو مخطوطة. أخذنا أول واحدة ابتدينا منها وهي مخطوطة أو كتاب اسمه الديداخي، وبإذن ربنا كل مرة الأسابيع اللي جاية حناخد فصل أو كتاب من الكتب المتجمعة دي في الكتابات الآباء الرسوليين. فإحنا لسه بنتكلم في كتاب الديداخي. فقلنا كتاب الديداخي هو كتاب كتب في القرن الأول على القرن الثاني ميلادي، قديم جداً. تقريباً اجتمعوا أنه ممكن تكون تاريخ كتابته سنة 120 ميلادية. اكتشفت هذه المخطوطة، الكتاب أو المخطوطة الديداخي في القرن التسعتاشر، تحديداً سنة 1872 ميلادية في القسطنطينية. أحد المطران اسمه برينيوس اكتشف المخطوطة دي اللي اسمها الديداخي في القرن التسعتاشر. مش معروف مين الكاتب، في آراء إنه مين يكون الكاتب، مش معروف فين اتكتبت، في برضو آراء متعددة، لكن اللي متفق عليه أنه المخطوطة دي كتبها تلاميذ الرسل 12 علشان يوصلوا الإيمان للأمم. فإحنا قلنا الديداخي ده عبارة عن أربع أجزاء. المرة اللي فاتت تكلمنا على الجزء الأول. الجزء الأول كان من فصل واحد لفصل ستة، فأول جزء كان ستة فصول، كله كان بيتكلم عن زي الأخلاق المسيحية، سماه الطريقان، إنه يوجد فيه طريق للحياة وطريق للموت. فده كان الجزء الأول، أول ستة فصول من الديداخي. بإذن ربنا النهاردة حناخد بسرعة خالص، حناخد الثلاث فصول اللي فضلة من هذا الكتاب. الفصل الثاني أو الجزء الثاني لو فتحنا الكتاب هيكون من نقول زي باب سبعة لباب عشرة، بيتكلم كله عن ممارسات الطقسية أو الليتورجية. جميل جداً أنه نشوف الطقوس والنظام الكنسي والطقسي في الكنيسة الأولى، يعني اللي كانت عايشاه الكنيسة الأولى نفس اللي احنا عايشينه هنا في الكنيسة، فدي حاجة جميلة جداً. فتكلم في الفصل ده تكلم عن المعمودية، تكلم عن الصوم الصلاة، تكلم عن الإفخارستية، وتكلم عن الأغابي. فعن المعمودية بس ناخد حاجات بسيطة كده، بيقول أما بخصوص المعمودية فعمدوا هكذا بعد أن تقولوا أولاً كل هذه الصلوات، عمدوا باسم الآب والابن والروح القدس بماء جارٍ. يعني المعمودية باسم الآب والابن والروح القدس، طبعاً المعمودية في وقتها كانت بماء جاري، كانوا بيعمدوا في الأنهار في النهر. بعدين بيقول إذا لم يكن هناك ماء جارٍ فعمد بماء آخر، يعني زي ما بنعمل كده دلوقتي احنا مش في النهر، يعني مية وبتعمد الشخص في المية.
وإذا لم يكن لديك أي منهما فاسكب ماء على الرأس ثلاث مرات باسم الآب والابن والروح القدس. يعني دي حالة استثنائية، لو في أي عقبة، لو في حالة مرض أو حالة أنه ما فيش ماء جاري موجود ولا ماء غير جاري، بيقول التعميد بسكب الماء على الرأس ثلاث مرات باسم الآب والابن والروح القدس، بس دي حالة استثنائية. قبل المعمودية ليصم الذي يعمد والذي يعمد، ومن يمكنه من الآخرين، يمكنه من الآخرين، يعني الصوم قبل المعمودية. فزي ما نشوف يعني المعمودية في القرون الأولى في فجر، زي ما نقول فجر المسيحية، يعني نفسها اللي إحنا بنعيشها يعني في الكنيسة دلوقتي، فدي حاجة جميلة جدا. بالنسبة للمعمودية، بالنسبة للأصوام، أتكلم عن الصوم برضو في الكتاب، بيقول لا تكن أصوامكم مع المرائين فإنهم يصومون في يومي الاثنين والخميس من الأسبوع، أما أنتم فصوموا يومي الأربعاء والجمعة. فدي حاجة برضو حلوة، أنه الصوم الأربعاء والجمعة ده صوم قديم من وقت الرسل. طبعا الأربع لأنه يوم اللي يعني اللي هو الخيانة اللي خانها يهوذا، ويوم الجمعة اللي هم صلب السيد المسيح. بالنسبة لليهود كانوا بيصوموا الاثنين والخميس، طبعا دي ليها حاجة مع اليهود واستلامهم الشريعة، موسى واستلام الشريعة، فده بيصوموا الاثنين والخميس، لكن بالنسبة لنا صوم الأربع والجمعة. فدي برضو حاجة حلوة، أنه من فجر المسيحية إحنا دلوقتي نفس الصيامات موجودة في الكنيسة. لا تصلوا كما يصلي المراؤون، بل كما أمر السيد في إنجيله فصلوا هكذا. وبعدين بيقول الصلاة الربانية أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، بيكتب الصلاة كلها كصلاة معتمدة لنا من قبل ربنا يسوع والرسل من بعده. وبعدين بيقول الفقر هنا بيقول هكذا تصلون ثلاث مرات في اليوم. فكانت طبعا زي ما اليهود كانوا متعودين يصلوا ثلاث مرات في اليوم، اللي هي عشية وباكر والظهر. ونشوف ده انه دانيال عملها في سفر دانيال اصحاح 6، لما دانيال كان موجود في السبي بيقول الكتاب انه سجد دانيال وصلى ثلاث مرات في اليوم. فده بالنسبة للصوم والصلاة. بيتكلم بقى عن التناول الإفخارستية، بيقول عند اجتماعكم يوم الأحد الذي للرب اكسروا الخبز وقدموا الشكر للرب بعد أن تكونوا اعترفتم بخطاياكم لتكون تقدمتكم طاهرة. برضو بيأكد لنا على سر الاعتراف، وأنه لما نتقدم للتناول نكون معترفين بخطايانا. وزي ما حضراتكم عارفين الاعتراف في فجر المسيحية كان يعني كله كان بيعترف دم بعضه في الكنيسة. لا يجتمع معكم كل من كان على خلاف أو خصام مع رفيقه حتى يتصالحا لكي لا تصبح تقدمتكم باطلة. بيأكد على الصلح والتصالح قبل التقدم للتناول. لا يأكل أحد ولا يشرب من الإفخارستية التي لكم إلا المعمدون باسم الرب، لأن الرب قال عن ذلك لا تعطوا القدس للكلاب. ده بالنسبة لجزء الإفخارستية. بيتكلم شوية برضو على الأغابي، واللي هي لما كانوا يجتمعوا الإخوة المؤمنين في أكلة كده مع بعض. وزي ما حضراتكم عارفين إنه في فجر المسيحية كانت الكنيسة بتجتمع في أغابي مع بعض، أكل مع بعض أغابي قبل ما التناول. طبعا يعني التطورات اللي حدثت في الكنيسة أصبح التناول يسبقه صوم، وإحنا بنصوم قبل ما نتناول، وبعدها بنروح كلنا مع بعض وبناكل أكل أغابي مع بعض.
فده كان الجزء بتاع اللي هي الفصول من 7 ل10 كلها بتتكلم عن ممارسات طقسية، معمودية، تناول، الصوم، الصلاة. الجزء الثالث اللي هو من الشابترز 11 ل15 بيكلمنا على التنظيم، تنظيم الرتب في الكنيسة، تنظيم الرتب في الكنيسة. فبيكلمنا الديداغي عن الرتب اللي كانت موجودة للرسل، كان حاجة في اسمها موجودين وقتها في الكنيسة الرسل. الرسل طبعا مش معناها يعني الاثني عشر، معناها انه كان في اشخاص بيسافروا من منطقة لمنطقة، هو ده شغلهم، بيسافروا بيبشروا بالإنجيل، فكانوا بيسموهم الرسل، بيروحوا بيبشروا بالإنجيل. وكان في مجموعة برضو اسمها الأنبياء، مش قصده أنبياء زي أشعياء وأرمية، لكن دول كان مجموعة عندهم زي كده موهبة أنه يعلموا يقولوا أجزاء من الإنجيل. طبعا وقتها في فجر المسيحية لسه ما كانش الإنجيل يعني متاح لكل الناس، فكانت الناس بتجتمع وكان بيجي النبي ويعلم ويقول أجزاء من الإنجيل. وكان في فئة واحدة تانية اسمها المعلمين. المعلمين هم بقى يقعدوا في الكنيسة ويبتدوا يشرحوا بالتدقيق، يشرحوا العقيدة، يشرحوا الإيمان، لو في حد يعني حاجات ممارسات غلط أو فهم غلط، فيقعدوا المعلمين دول يشرحوا كل حاجة زي ما نقول بأكثر تدقيقا. فدي كلها كانت رتب موجودة في فجر الكنيسة. وبعدين برضو الديداخي بيكلمنا على الرتب الكهنوتية، القساوسة والأساقفة والشممسة، بيكلمنا عليهم. فنقرأ شوية حاجات. فمن جاء وعلمكم بكل هذه التعاليم التي ذكرناها سابقا اقبلوه. كل رسول يأتيكم فليكن مقبول مثل الرب. طبعا ادالهم كرامة انه ييجوا يكلموكم. احنا قلنا في الفصل اللي فات انه اكرموا اللي يكلموكم بكلام ربنا. هنا بيقول ليس كل من يتكلم بالروح هو نبي، بل من له سلوك الرب، لانه من السلوك يتم التمييز بين النبي الحقيقي والنبي الكذاب. يعني مش بس يعني نسمع، لكن نشوف السلوك، يعني زي ما نقول نمتحن الارواح، امتحنوا الارواح ونشوف السلوك. فيعني حاجات حلوة خالص، للأسف عشان الوقت مش هنقدر يعني ناخدها كلها، لكن يعني بس يعني نفس الفكرة انه زي ما الكنيسة ما كانت عايشة في فجر المسيحية، نشوف الصورة نفسها احنا عايشينها دلوقتي بعد كل هذه السنوات. هنا بيقول برضو بيتكلم، يقول أقيموا عليكم أساقفة وقسوس وشمامسة، جديرين بالرب، رجالا ودعاء، غير محبين للمال، صادقين، قد اختبروا لأنهم يخدمونكم خدمة الأنبياء والمعلمين. لا تحتقروهم لأنهم رجال مكرمون مع الأنبياء والمعلمين. وجهوا بعضكم بعضا لا بغضب بل بمودة كما تعلمتم في الإنجيل. وكل من ينحرف في سلوكه مع شخص آخر فلا تسمحوا له أن يتحدث في شيء بينكم أو يسمع شيء عندكم إلى أن يتوب. طبعا يعني معناها أنه نفصل الخميرة السيئة. آخر جزء بقى اللي هو الفصل 16 بيتكلم عن الدينونة والمجيء الثاني. فكاتب كتاب يعني نقط حلوة هنا، بيقول اسهروا لحياتكم، لا تسمحوا لمصابيحكم أن تنطفئ ولا لأحقائكم أن تضعف، بل كونوا مستعدين دائما لأنكم لا تعرفون الساعة التي يأتي فيها الرب.
النقطة دي حلوة، بيقول اجتمعوا كثيرا لبحث الأمور المهمة لخلاص نفوسكم، لأن كل زمان إيمانكم سيكون بلا فائدة إن لم تكونوا كاملين في الوقت الأخير. يعني دايما نجتمع، دايما نتكلم في اللي هو المواضيع اللي خاصة بخلاصنا. إيه الفايدة لو كان اللي فات كله حلو ولكن ما كناش كاملين في الوقت الأخير؟ لأنه في الأيام الأخيرة سيكثر عدد الأنبياء الكذبة والمفسدين، وتتحول الخراف إلى ذئاب والمحبة إلى كراهية. فطبعا كله يعني بيتكلم لينا عن العلامات اللي كلمنا ربنا يسوع عنها، علامات المجيء الثاني والدينونة الأخيرة. فهو ده كتاب الديداخي، كتاب يعني بسيط جدا في أسلوبه، يعني فيه كثير من التطبيقات الحلوة الموجود على البي دي اف، موجود لو حد حابب يقرأ الكتاب. احنا بس أخذنا حاجات بسيطة عشان الوقت، وبإذن ربنا المرات الجاية حناخذ الأجزاء البقية من هذه الكتابات لباء الرسولين. لإلهنا كل مجد وكرام والآن وإلى الأبد. شكرا يا نيفين، ربنا يعوضك كل خير.